للمزيد من التفاصيل عن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في دورته الخامسة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصرية جيرمين إبراهيم. أهلا بك جيرمين. نحن أمام أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط. ضعينا في أهمية هذا التجمع بالنسبة للحضور، بالنسبة للأجندة التي يتناقش فيها المجتمعون والحاضرون لديك، تفضلي. نعم، بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس. هذا المعرض والمؤتمر الذي كما ذكرتي هو تجمع كبير لعدد من الوزراء وأيضا الشركات العالمية والمحلية إلى جانب خبراء الطاقة. صباح اليوم انطلقت فعاليات هذا المعرض والمؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد يعني في عدد من التصريحات الهامة كما تبعناها معكم ما يتعلق بيعني مستقبل القارة الإفريقية وأيضا أهمية التكاتف بين مختلف الدول لتحقيق يعني إنجازات في مجال الطاقة، خاصة أنه كما صرح الرئيس أنه إفريقيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وأنه إفريقيا بتواجه مشاكل في جذب الاستثمارات نظرا لوجود صراعات وعدم استقرار داخل القارة الأفريقية. وأكد أيضا في يعني نفس الوقت أنه مصر قامت بصرف أكثر من 400 مليار دولار على البنية التحتية، وكانت من الدول القليلة التي حققت يعني نموا إيجابيا، وهذا بيترجم أيضا في مجال البترول والطاقة. نحن نتحدث أن صادرات البترول زادت بمقدار 13 مليار دولار خلال عام 2021، وهو يؤكد على النمو الإيجابي الذي حققته مصر في مختلف المجالات وخاصة في مجال البترول والطاقة. وهو أيضا ما أكده وزير البترول طارق الملا في كلمته صباح اليوم، وأكد أيضا على أهمية وجود مبادرات عابرة للقارة الأفريقية من أجل تحقيق التعاون والتكاتف بين مختلف القارة. إذا عدنا بالحديث عن المعرض والمؤتمر وتفاصيله يعني كما ذكرت في سؤالك، فهذا المعرض والمؤتمر يقام بمشاركة وزارية واسعة. نحن نتحدث عن يعني أكثر من 11 وزيرا، وبينما نتحدث الآن هناك عدد من الجلسات الحوارية التي تقام بمشاركة وزارية من طبعا بالطبع مصر، وهي الدولة المستضيفة لهذا المعرض والمؤتمر، إلى جانب دول عمان، الأردن، قبرص، اليونان، الإمارات. كل هذه الجلسات بتقام بمشاركة وزارية. أيضا المعرض هذا العام بيستهدف يعني جذب أكثر من 26 ألف مشارك و25 شركة، أيضا أكثر من 260 متحدثا في 70 جلسة حوارية تقام على مدار المؤتمر الذي انطلق اليوم ويمتد حتى يوم 16 من فبراير الجاري. نتحدث أيضا عن أكثر من 400 شركة عارضة إلى جانب سبع أجنحة في المعرض الموازي لهذا المؤتمر. الجلسات التي تقام بتتحدث عن في المقام الأول التعافي في مجال الطاقة، إلى جانب أيضا عدد من القضايا التي تخص البترول والطاقة كوقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط، إلى جانب جلسات خاصة بتمكين المرأة في مجال الطاقة، وأيضا برامج لتدريب الشباب. أيضا المؤتمر يقوم بمنح جوائز للأبحاث والابتكارات المتميزة في هذا المجال. كما أكد يعني وزير البترول أنه في كلمته منذ قليل أن هذا المؤتمر والمعرض له أهمية خاصة مع يعني توجه مصر للتكاتف الدولي، خاصة مع قرب استضافتها. تتحدثين عن واقع مصري مختلف متطور، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الطاقة والغاز والبترول في مصر. كيف تابع الحاضرون هذا التغير، هذا التطوير؟ يعني ما هي ردود أفعالهم، ما هي طموحاتهم؟ هل من شراكات مستقبلية بين مصر وعدد من دول مختلفة في هذا القطاع الذي أصبح حيوي جدا في مصر؟ تفضلي.
نعم بالفعل، يعني منذ قليل قبل بداية الجلسات الحوارية كان هناك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الدول والشركات أيضا بين مصر ودول مختلفة، يعني في إطار هذا التعاون، يعني وخاصة نحن نتحدث كما ذكر الرئيس أن هناك تباين واختلاف داخل القارة الأفريقية فيما يتعلق بملف الطاقة، فحتى الآن هناك عدد من الدول ما زالت تعاني. شكرا جزيلا جيرمين إبراهيم على هذه المتابعة والتفاصيل.